لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 4 مارس، والنهاردة القمر موجود في برج العقرب. عندنا كمان أورانوس والمريخ الاثنين في برج الثور، وبلوتو في الجدي، وعطارد والمشتري، وزحل في الدلو، وفينوس والشمس ونبتون في الحوت. عندنا كمان النهاردة المريخ اللي موجود بقاله شهر ونص في برج الثور، بيسيب برج الثور وبيتنقل لبرج الجوزاء الساعة 5:28 الفجر. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل، النهاردة عندكم القمر موجود في منزل المدخرات، وده بيديكم يوم مناسب انكم تاخدوا قرارات موفقة في النواحي المالية والعملية، تعرفوا تخططوا حلو لمستقبلكم، تعرفوا تخططوا كويس لتنمية مدخرات او املاك، وكمان ده يوم مناسب للبيع وللشراء. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. النهاردة القمر في مواجهة برجكم، وده بيخليكم او مازال في مواجهة برجكم، وبيخليكم تميلوا للعصبية وللانفعال بسرعة، فمهم جدا تتأنوا في انفعالاتكم، وكمان لازم تاخدوا بالكم في قراراتكم المهنية وفي القرارات الشرائية. حاولوا ما تتسرعوش، وكمان مهم تحافظوا على حقوقكم، تاخدوا بالكم في توقيع اي اوراق او عقود، ما تغامروش ماليا، تكونوا ملتزمين في النواحي القانونية وفي السواقة وفي الحركة، تسوقوا بالراحة وتتحركوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. النهاردة عندكم القمر موجود في منزل العمل ومنزل الصحة الإيجابي، وده بيديكوا طاقة كبيرة، وتعرفوا تنجزوا شغلكم على أكمل وجه، وتعرفوا تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وتفاهم حلو مع الأحباب، وكمان لو عندكم أولاد تعرفوا تتفاهموا بصورة أفضل وتتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. كمان في الشغل عندكم منتهى الحماس والإصرار أنكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس، ضروري تاخدوا بالكم ما تدخلوش في أي جدال أو نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الأهل والقرايب والأصحاب، وحتى كمان في الشغل مهم أنكم ما تدخلوش في أي مناقشات ممكن تتحول لخلافات. النهاردة كمان ممكن تكون بتسيطر عليكم روح سلبية أو أفكار سلبية، حاولوا تقاوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم عشان تعرفوا تستمتعوا بالوقت الحاضر. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء، النهاردة عندكم القمر في وضع داعم في منزل العلاقات، بيديكوا يوم مناسب جدا لو عايزين تعملوا انترفيو او تعملوا اي لقاءات مهنية تكونوا موفقين فيها ان شاء الله. تعرفوا تبرزوا مواهبكم، عندكم قدرة على الاقناع، عندكم سرعة بديهة ولباقة، كل ده هيساعدكم توصلوا لاهدافكم بسهولة. كمان عائليا واجتماعيا يوم مناسب للانطلاق وللخروج، فما ترفضوش اي دعوات توجه ليكم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة عندكم القمر في المنزل الثاني، وده بيخليكم مشتتين او مشوشين، تركيزكم اقل، فضروري ترتبوا افكاركم، تحاولوا ما تتسرعوش في قراراتكم ما تتسرعوش في الحركة، حاولوا تستثمروا مواهبكم وتجتهدوا بانكم تراجعوا كويس خطواتكم عشان يعني تتفادوا الوقوع في اخطاء او تتفادوا الخسائر. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب، النهارده القمر ما زال في برجكم،
بيديكم سيطرة على كل الأمور، تعرفوا تفرضوا إرادتكم وتفرضوا رغباتكم بذكاء، عندكم سحر وجاذبية جدا، وده بيخليكم تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم القمر موجود في منزل الصحة السلبي، وده بيخلي طاقتكم أقل، فمهم تاخدوا وقت كافي من الراحة وتسترخوا، ومهم تنظموا جهودكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم، بيديكم فرص تحققوا مكاسب في شغلكم، تعرفوا تعملوا تنمية لأعمالكم، وكمان من السهل تحصلوا على دعم ومساندة من زملاء في الشغل أو رؤساء في الشغل. في الحياة الاجتماعية كمان يوم رائع للخروج وللانطلاق مع الأصحاب، ولو كنتوا مش مرتبطين ممكن يبقى في تحول لعلاقة، يعني علاقة صداقة لعلاقة حب. نروح بعد كده لبرج الدلو مواليد الدلو. النهاردة عندكم القمر للأسف وضع معاكس مهنيا، فضروري تاخدوا بالكم في كل خطوة بتعملوها عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. حاولوا تكونوا لبقين كمان، وما تسيبوش نفسكم للعصبية، وما تدخلوش في أي مناقشات ممكن تؤدي لصدام مع زملاء الشغل أو رؤساء في الشغل. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة القمر في منزل الحظ، ما زال بيديكم فرص مهمة، وعندكم اليقظة اللي بتسمح لكم تلتقطوا الفرص، عندكم كمان استعداد انكم تفكروا بطريقة ايجابية، واحلامكم ممكن تكون قابلة للتحقيق النهاردة جدا، وتعرفوا تقدموا كل المجهود اللازم اللي تحققوا بيه أحلامكم. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.